انا من فاس، خدام على والديه هنايا في طنجه، ساكن عند واحد السيد في عمره شي كذا و70 عام، قول 74 عام، مي مازال كي زهواني مع راسو، كيبغي يدوز المراهقه ديالو. هادشي عاد نعرفو انايا من الاخر، عنده الضحايا بزاف اللي كتجي تدق في الدار، ها اللي كتجي تهدا كيواعد ويسالي الرغبات ديالو ويصيفطهم. انا كنت باغيني نكون بين الضحايا ديالو، كان كيتحرش بيا الفضيان وكيطمعني وكيقول لي تسكني فابور، غيكوني معايا، غيديري معايا، غي هادي. انا ما بغيتلوش، فوق ما كيجي ياخذ الكرا كيحاول ما ملش. في الاخر مني نحاول يعني دارني بين راسو وبغى يتبسل عليا، ما بغيتش وجريت عليه وبقيت كنغوت بغيت ندير له الشوهه. قال لي حلف فيا، قال لي انا يا ما بغيتيني شي، وانا كنطيح للياتك، انا غنوريك فين انا اللي غنخرج عليك، اما تقديش عليا ما غاديش تقدي عليا. هي هذيك مشيت الخدمة، رجعت لقيتو شاد عليا البيبان بالقفولة، منين طلعت دقيت على الجيران فتحوا لي، طلعت كندق عليا فتح لي الباب، خرجوا تهجموا عليا هو والعساس ديالو وجوج عيالات اخرين، المهم اربعة بيهم كيضربوني. وهادي قدمت الشكاية الاولى، تسنيت واحد شوية، شكاية الثانية عندي اخرى، عندي ثلاثة شكايات عند وكيل المالك ديال التحرش والاعتداء والضرب والمنع من دخول المنزل، وقطع لي الماء والضوء ومنعني من السطح وزاد ضربني المرة الثالثة، وعندي الشواهد الطبية، عندي كل شيء. وما بغاش هاد السيد يهدن كاع، دايرني في راسو، باغي يخرجني باي طريقه. عايشه غير في الشمع، كنعمر المايم عند الجيران، كنشارجي البورطابل غير عند الجيران، عند الناس، كل مره مره في بيسري، مره كل مره فين كنشارجي. كيصيفط لي الناس كيهدوني، كيصيفط لي شمكاره كيهدوني، واخا انا ساكنه في حي يعني بحال كنقولوا كلاس، وهادي كيصيفط لي شي واحد اما عامل شي حاجه شي باسيه ولا شي حاجه، كيبقى يهددني كيقول لي لا مرحلتيش غنخسرك غنفعلك غنهادي. الشكايات ديالي بقاو مرهونين لان جات مع الجائحه ديال كورونا، كلشي واقف حتى المور هاد الجائحه، بقى داكشي هكاك. هاد الانسان ما بغاش يهدن، كل نهار الجديد كل نهار كيدير لي المضايقات بجميع الاشكال. الا جيت نقولهم ما غنساليش، انا كنناشد السلطات وكنناشد هذا باش ياخذوا لي حقي من هذا السيد، لانني هرسني مني في من هنايا، هي بقى عندي هنايا واحد شويه ديال الاثار اللي خسرت عليه شحال ديال الدويات ديال التجميل وشحال ديال تهرس عندي فراكتور في نيفي وعندي هذه. وانا بغيت ياخذوا لي حقي منه على هاد الاعتداءات وعلى هذا، لان هذا السيد كيحلف وكيقول لك انا عندي محامي، عندي الفلوس، عندي هذا، ما غاديش تقدي عليا وانا ما غنمشي حتى غنخرج عليك. انا ما بقيتش كنحس بالامان في الدار، ما بقيتش كنقدر ندخل، كنخاف يدير لي شي حاجه، لانه باغي يصيفطني باي طريقه بشي فخ بشي حاجه. حيت علاش؟ الشهود اللي شهدوا على الاعتداء بالضرب وداك الشيء حتى هما كان عندهم نفس المصير ديالي، حتى هما قطع عليهم الماء والضوء، حتى هما دوز عليهم الجحيم، خرجوا غير الحوايج ديالهم ينشفوا وهذا والكتاره وداك الشيء باش هذا، فزقهم لهم وغملهم لهم، خسر لهم الصالون ديالهم، خسر لهم كل شيء. المراه مريضه فيها السكر، عندها الانسولين، كتبقى لها كيخسر لها، اضطروا انهم يرحلوا. المهم انا اللي بقيت دابا الاكثر في داك الجحيم. كيفاش حنا في 2020 وانا كنعيش غير بالشمع وكنعيش في الظلام وكنعيش غير في هذا السيد هذا، وربي شهد عليا ما عمر ما تسني شي ريال، لانني علاش؟ خدامه على راسي وما كريت الا وراني قاده براسي، كنعطيه شهريته وكنعطيه الموض اللي تفاهمنا عليه. واخا كذب عليا في الاول قال لي راه المكانه ديالك بوحدك، من بعد صدقت المكانه مشروكه وباسمه هو باش كيدير اللي بغا، وعنده في الدار عنده المكانه فين كيتحكم.
في الدار كاملة، على من ما بغى يقطع الضو يقطعو، على من ما بغى يقطع الماء يقطعو. هذا السيد هذا الحومة كاملة تقريبا عارفة الحكاية ديالو، عارفة أنه زهواني، وعارفة أنه كيجيب البنات، وعارفة أنه كيضحك على البنات. حتى من إمام الجامع إلى 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 سولوه راه غادي يقول لهم هذه الحقيقة. وميرا راه تكرار كيجيو يدقوا عليه البنات اللي تيتفلى عليهم وهادي، وما كيبغيش يجاوبهم. ومؤخرا منين كنقطع علينا الموضوع وكنجيبوا القايده وداك الشيء وكنفتحوا الباب باش يطلعوا لعندو، من بعد داك الشيء هو بدل كاع حتى اللوبه ديال الباب، بدل كل شيء، بدل اللوبه ديال الباب، بدل كل شيء، باش واخا يجيو هاد المره البوليس ولا يجيو القايد ولا شي حاجه ما يلقاوش كيديروا يوصلوا عندو الفوق، حيت هو من الفوق كيطلع على كل شيء وكيفتح لمن ما بغى وكيشد لمن ما بغى، ومنع عليا السطح ومنع عليا كل شيء لانني ما بغيتش نمشي في الرغبه ديالو. ودابا هو في عمره بالضبط 74 عام، 74 عام بالحق. اش نقول لك، هو من داك الانسان اللي قبيح، ماشي حيت هو الخصم ديالي او هو العدو ديالي، ولكن لا، حيت انايا دابا كملت عام باش وانا ساكنه عنده، ما عمري ما شفت شي حد من العائله دخل من عنده، ماشي غير انا، كاع الجيران كيعرفوا هذه القضيه. ما كيجيو عنده ولاد، ما جلسه معاه مراه، ما كيجيو عنده عائله، ما حتى حاجه، كلشي الناس كيكرهوه، حتى من عائلته، حتى من خوته، حتى من كل شيء. وانا كان عندي واحد الدلائل بشي حوايج هكا. بالحق السعد عنده، السعد انه مشى لي داك البورطه، مشى لي فيه كل شيء، وما هو دايرني في بالو وما كيأش، لانني حلف فيا هو ريفي، قال لك سيدي ما غاديش يفوت حقه، انايا طيحت لالياتك، بقيتي لي غير انتيا، غادي جرتيلا بهذا لو تيرم هكا، جرتيلا وشي هضره اكثر من هاد الشيء هذا. عاد غادي نحماق معاك، انا راني غادي نصيفطك حمقى، الا ما صيفطتكش للحبس غنصيفطك حمقى، يا اما نلبي له الرغبه الجنسيه ديالو، يا اما يجري عليا. واخا نلبي له الرغبه ديالو، عندي واحد الوقت، اولا عنده كاين واحد الوقت اللي باش كيسالي، هو صافي كيوصل داك الشيء اللي باغي وكيصيفط. وهذا وعايشه الضغط بوحدي، لان والديا بجوج ناس كبار ومراض، وما نقدرش نزيد نفقصهم بهذا الشيء، تقدر توقع لهم شي حاجه، لان غيسمعوا بنتهم تعرضت للاعتداء يعني والضرب والهرس وهادي، ضروري الله يستر غيموتوا ولا غتوقع لهم شي حاجه ولا غيمرضوا اكثر من داك المرض اللي عندهم. وهذا الضغط كنعيش بوحدي، بالحق انا عييت منه. باش نزيد كنتمنى بالعداله تعطيني حقي.